الأخ وكيل محافظة المأرب، الأخوة الوكلاء، الأخوة أعضاء الحكم المحلي، الأخوة المشايخ، الأخوة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، الأخوة ممثلي منظمات المجتمع المدني، يشرفني ويسعدني أن أكون هنا بين أخوتي وآبائي وأبنائي في محافظة مأرب. وأنني في بداية كلامي أحمل لكم تحيات وتبريكات وتمنيات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، يهديكم تحياته ويشد على أيديكم ويشكركم ويشكر مواقفكم وثباتكم وأيضا إصراركم على ثباتكم على الحق، فإن الحق بحاجة إلى رجال تحميه. وأنتم حقيقة حملت هذه الرسالة، أنتم من حمل رسالة الحق والثبات أمام فلول الإنقلابيين الذين أرادوا أن يحولوا مسير ومسيرة ومسار الاتجاه الصحيح لليمن الجديد، اليمن التي اختارها كل اليمنيون الطريق مسار الصحيح، وهو مسار الحوار الوطني الشامل المستند على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. الإنقلابيون انقلبوا على هذا المسار، المسار الصحيح الذي أيد كل شخص وكل فرد من أنحاء الجمهورية اليمنية، أيدوا ودشنت الأقاليم الستة، دشنت في كل المحافظات وكل المحافظين دشنوا مسألة الأقاليم الستة، سواء أقليم سبا وهو من السباقين. وأنني أيضا في هذه اللحظة مثلا في غياب الأخ محافظ المحافظة الأخ الشيخ سلطان الإرادة، والذي كان هو فعلا رمز من رموز الثبات ومن رموز العطاء، وكان بجانبه أيضا الأخوة الأبطال من أعضاء الحكم المحلي في المحافظة، وكذا أنا أحيي أيضا ثبات الأخ رئيس هيئة الأركان وكل القادة الذين كانوا موجودين هنا في المحافظة والذين قالوا الكلمة الأولى في الجمهورية اليمنية لا للإنقلاب، وحدوا أصبعهم في عين الإنقلاب وقالوا لا ثم لا ثم لا، ثم ثبتوا على كلمتهم وثبتهم الله وانتصروا. النصر حليفكم إن شاء الله. مأرب العطاء والجود بمشايخها ورجالها، مأرب احتضنت كل اليمن دون تمييز على الإطلاق، من أتى مأرب كأنه سكن بين أهله، كأنه دخل بين أبنائه بين عشيرته، لم يشعر بالغربة ولم تناله يد خيانة أو يد غدر على الإطلاق، لكنها احتضنت الجميع وكانت أهلا للجميع. ولذا كل اليمن يحترم هذا المكان، منبع الحضارة سبا، مأرب الحضارة، مأرب التي قال رجالها الأوائل نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وأثبت التاريخ وأثبتت الأيام، وها نحن الأيام هذه نشوف هذا الكلام بأم عيننا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، مع الحق لسنا مع الباطل على الإطلاق، فنحن على الحق ثابتون، نحن على الحق ثابتون وعلى منهج الجمهورية اليمنية مدافعون.
وعلى اليمن الجديد الذي اختط ونهجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي سائرون. اليمن الاتحادية، اليمن الاتحادية التي فيها الحكم للشعب وكل يشارك في الحكم ويساهم في الحكم، وعليه إخواني مثلا ثبات الرجال ووقفة المحافظات والأحرار في اليمن جميعها يدعمه التحالف العربي. التحالف العربي وعاصفة الحزم وخطة الأمل التي قادتها دولة الأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة وقيادة الملك سلمان. عاصفة الحزم وبالتحالف وقيادة التحالف وثبات الرجال، الحمد لله أن الناس وقفت على أقدامها. ثم قالوا للمد الإيراني الفارسي لا، ثم لا، ثم لا، ثم تقهقر هذا المد واصبحت الأراضي اليمنية 85% تحت سيطرة القوة الشرعية. قوة الشرعية تحررت عدن، تحررت لحج، تحررت أبيان، تحررت شبوة، تحررت باقي الشيء الكثير القليل اللي هو باقي بعض المحافظات. تعز إن شاء الله قريبا تحرر، تعز إن شاء الله نراها، وأما اليمن التي حاصرها العدوان. فنحن نشكر ثباتكم، ثم أننا نكرر شكرنا أيضا لقيادة التحالف العربي وما يقومون به، بالذات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن نشكركم من أعماق قلوبنا. ثم أنني أقول وأذكركم، أنتم محافظين على أمن المحافظة، وأنتم العيون الساهرة على أمنها. فالمحافظة يسكنها كثير من أبناء اليمن، فيصبحت حاضنة كبيرة يسكنها بالملايين الآن في داخل محافظة مارب. أشكركم أنكم الحاضنة الحانية التي تتمتع بقمة الأخلاق والسمو والرجولة، وهذا ليس بغريب على الإطلاق على رجالة مارب وعلى أبناء إقليم سبا على الإطلاق، ليس بغريب. فأنا أرى مارب مزدحمة بالبشر، مزدحمة بالرجال، مزدحمة بالمواطنين، أسواقها عامرة والحياة فيها مستتبة والأمن فيها مستتب. فمزيدا من الحفاظ على الأمن، فالكل أنتم عيون الأمن، نحن جميعا نمثل الأمن جميعا، القوات المسلحة، قوة الشرعية، الأمن، المواطنين، المشايخ، الحكم المحلي، الكل مشتركين في الأمن. لا بد من الحفاظ على الأمن، وكل ما أتينا من قوة فكل منا يكون حس حاضر وعين بصيرة على قضية الأمن. الأمن العدو يريد أن يزعج المحافظة ويزعج أي أمن واستقرار، سواء هنا أو في غيره هنا، هو يقوم بأدوار تخريبية، ولكنه لن ينجح فيها، لن ينجح. فأقول مزيدا من اليقظة، ومزيدا من الثبات، ومزيدا من الحذر، مزيدا من الحذر. مزيدا أيضا من تلاحم الأخوة، أقول له مزيد من التلاحم، فالعدو يحاول أن يخلخل ثبات الناس، ويحاول أن يجد له مبررات وذرائع وشارع على نفسه، ويريد أن يحاول أنه يثبت نفسه في بعض الأماكن، ويقول أنا شرعي، أنا كذا، يحاول مع مختلف
الاتجاهات سواء محليا او اقليميا او دوليا، لكنه بكل المقاييس فاشل، فاشل على الاطلاق، لم ينجح، لم ينجح، لانه يدعي الباطل مبني على باطل، فهو باطل، فهو باطل. اقول اخواني نحن جميعا تقع على عاتقنا مسؤولية تحرير بلادنا من الانقلابيين، وعزمنا يجب حل يفد، ونحن ايضا نثق في قيادة التحالف العربي الذي نشكر من اعماق قلوبنا، في قيادة المملكة العربية السعودية والاخوان في دولة الامارات العربية المتحدة على ثباتهم الى جوار اخوانهم في اليمن ووقوفهم مع اخوانهم في اليمن. نحن عندنا مشروع اليمن الجديد، اليمن الاتحادي، واليمن الاتحادي هي المخرج والذي وقع عليه كل اليمنيون. اليمنيون وقعوا على يمن اتحادي، والانقلاب الذي حدث هو على هذا الاتفاق وعلى هذا المشروع العظيم الذي فيه مخرج للجميع، مخرج لكل اليمنيين، مخرج لكل اليمنيين. وأنني من هنا أيضا أقول أنه أخواننا في القوات المسلحة اللي بقوا محايدين أو غير محايدين، أن احنا ندعوهم وندعو كل المواطنين أن يلتفوا إلى جوار الشرعية وإلى جانب الشرعية وإلى جانب الأخ المشير عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعمال للقوات المسلحة، لكي نخلص بلادنا من آفة الانقلاب الذي استهدف وخرب حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. يعني استهدف كل مقدرات الشعب واليمن. عبثوا بالمال العام ونهبوا البنك المركزي ويعبثوا بكل شيء وبحياة المواطنين. كانهم ايضا شوف المواطن حولوا المواطنين في بعض الحالات الى سلعه. اذا نقص عليهم المال جروا 10-15 ألف مواطن يسجنوهم في السجون. ثم يفرضوا عليهم الضرائب والاتاوات، يلا جيب 1-2-3-4، ثم يقول لك خلاص شكرا الان انت بريء. ولا فو داعشي على طول خلاص يحبسه ويدي له كل التهم، كل التهم. علشان ايش؟ يبتزه من المال، يجر المال بس، يبتزه ماديا. فهم لا يرعوا ولا يحترموا حقوق الناس ولا مشاعر الناس على الاطلاق. هم يؤمنوا بشيء انا فقط او الطوفان. وهذه مسألة انا طبعا مرفوضة، مرفوضة في اليمن جملة وتفصيلا، كما يرفضها الأحرار في العالم كله. ان كلمة انا هذا مرفوضة في كل في اليمن وفي غير اليمن، مرفوض هذا الكلام انا وبس، مش صحيح. ثم بالتالي ان واحد يحث على نفسه الهالة والقداسة ثم لا يعتمد، يعتمد على هالة القداسة انه انا مقدس وانا وانا وانا، هذا الكلام. فانا اقول اخواني ادعو كل الاخوان انه مزيدا من التلاحم ومزيدا من الثبات ومزيدا من الصبر. انتم على الحق، ثابروا وصابروا. الانقلابيين لابد وان يدحروا، وسيجي اليوم وياتي اليوم الذي يسلموا فيها السلطه، سواء بطريق السلام او بطريق اخرى. القياده الشرعيه مدت يدها للسلام، وبكل صدق ومصداقيه، وحضرت التشاور الذي
استضافت الدولة الكويت الشقيقة. نحن نشكر دولة الكويت التي سعت بكل جد أن ينجح التشاور في الكويت، لكن الإنقلابيون أفشلوا هذا التحاور، أفشلوا هذا التحاور لتعنتهم. ثم في الأخير أيضا الفريق المشاور من جانب الشرعية نحن نشكر على ثباته وحنكته وإدارته، أداروا الحوار بكل ثقة بكل جدارة حقيقة، لم يفرطوا في حقوق شعبهم ولا في شرعيتهم ولا في سيادة أمن بلادهم على الإطلاق، لكن حاوروا بكل منطق وأيضا مع السفراء مع الآخرين مع منتو الأمين العام اللي هو السيد إسماعيل ولد الشيخ، حاوروا بكل جدارة. في الأخير العالم يقول وقعوا على وثيقة، قدم مشروع وثيقة لإيجاد الأمن والاستقرار على أساس أنه القضية الأمنية أولاً ينسحب الإنقلابيون من المدن، من ثلاث مدن رئيسية، من صنعاء، من الحديدة، من تعز، ثم يسلم الأسلحة وتشكل لجنة عسكرية أمنية لاستلام السلاح واستلام إدارة الأمن في هذه المحافظات بما فيها العاصمة السياسية. لكنهم تنكبوا عن هذا الموضوع رغم أنه مبعوثي أو فريق الشرعية وقع على هذا توقيعاً مشروطاً لأسبوع، فإذا لم يوقع عليه الطرف الثاني يصبح هذا التوقيع غير مفعول به، وقع الطرف الآخر لم يوقع، وفي الأخير لامها العالم كله أنهم لم يوقعوا وأنهم هم المتعنتين وهم الذين لم يوقعوا، ليسوا حريصين على أمن البلاد ولا على استقرارها. الشرعية حريصة على كل على أمن البلاد واستقرارها ومد يد السلم ويد السلام، لكنهم أيضا حتى في المواقع وفي الاعتداءات لم يثبتوا الهدنة على الإطلاق، لم يهدؤوا يوما واحد، يعتدوا على مواقع الشرعية ومواقع الجيش الوطني في كل مكان وعلى المواطنين وعلى المحافظات، يعتدوا ولم يوقفوا يوما واحدا. القوى الشرعية هي تدافع دفاع عن حق أنه على طول ترد العدوان، لكنها ما اعتدت، التزمت بتوجيهات القيادة العليا وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب المنصور هادي أنه قفوا لا تطلقوا النار، وقف إطلاق النار كان ثابتا، هم لم يقفوا يوما واحد ولا حتى ساعة واحدة ولا لحظة واحدة لم يصدقوا. ونحن أيضا تعودنا أنه كل اتفاق لا يطبقوه ولا يحترموه، فهم لا يحترموا الاتفاقات عن الإطلاق، ولذا هم لم يحترموا الدستور، لم يحترموا القانون، لم يحترموا الشعب على الإطلاق، ما هم محترمين، لو احترموا أنهم بيمشوا بثوابت الشعب واتفاق مخرجات الحوار الوطني التي وقع عليها الجميع وهم جزء من موقع فيها، وقع الحوثيون وقع الانقلابيون جميعا وقعوا على الحوار الوطني على اخواني. انا اكرر شكري لمحافظة مارب وكل ابنائها وايضا اقليم سبا بشكل عام، اقليم سبا فيها المقاومة على أشدها في محافظة البيضاء بكل شجاعة وشراسة، وفيها الأخوة في محافظة الجوف ثابتين وحرروا المحافظة، ربنا يحفظهم ويوفقكم جميعا. وهنا مارب عاصمة الإقليم عاصمة اليمن حقيقة الآن، أنا أرى فيها كل اليمن، أرى فيها كل الناس هنا، وهنا أيضا منبع الحضارة، فتحيتي لكم وأكرر أنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية يهديكم تحياته، وأنا أكرر شكري أيضا لقيادة المحافظة وفي غياب الأخ الشيخ السلطان بن علي العرادة بارك الله فيه وحفظه
الأخ الوكيل علي محمد الفاطمي والأخوة الحاضرين، كما أكرر شكري أيضا للأخ رئيس الأركان العامة وولاء قيادة المناطق، أيوه قائد المنطقة الثالثة وقائد المنطقة السابعة وقائد المنطقة السادسة ولكل قادة الوحدات الموجودين في داخل المسرح العسكري والمسرح السياسي والجغرافي لإقليم سبا. شكرا لكم. كما أيضا معي الأخ اللواء صغير عزيز نائب رئيس هيئة الأركان بكون التدريب وهو معروف عند الجميع. شكرا لكم جميعا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وكل عام وأنتم في تقدم وازدهار. السلام عليكم.